Ready? Ready. Ready? And... Action. ياسمين زيتونة. ياسمينة. ياسمينة. زيتون. زيتون. حضرتك ملكة جمال لبنان صح؟ صح. بس نحن ما فينا نحكي ولا سياسة ولا دين. ما فينا أحكي شيء عن شو صار قبل. أنا بالمسابقة ولا مشاريع مستقبلية. لا سياسي ولا دين ولا شو صار قبل ولا شو صار بعدين. أنا بس ليبان يعني موقع كونترا. مظبوط. موقع كونترا. طيب مس ليبان شو بتمنقري أصابيعك؟ بالطول. بالطول. لا بتصبغي شعرك بوين؟ لا طبيعي بعده. طبيعي. أنت بتضلك بالتاج بالبيت ولا بتشلحيه؟ لك صراحة أنا بتروق فيه. بشرب قهوة على الغداء أوقات منريح يعني حسب. لما بتعطي؟ لما أمي بتمشي فيه شوي بالبيت. للتاج؟ إيه إنه بتبرم شوي هيك. والتاج لما يعني صنعوه خصوصي لإلك ولا يعني هو هذا كان مع جورجينا رزق قبل؟ لا. خصوصي لإلك. خصوصي إلي. كنت أنا أول حدا بلبسه. يعني أنا بس إذا بتحضر الفيديو نقزت كان سخن. يعني كان بعده صبينه عرفت صبينه ايه صبينه حطوه دغري دغري ما كمان ينتبهوا للبسي الله يسامحهم ما ما لحقوا هيك بده يفرش يعني عرفت شو بطاطا ومونتاج بده يفرش لهلا ملدوعه هون هيك دوار لك هون مثلا خف شعرك قد ايه عمرك 20 حبيبه قلبي اسم الله بس مبينه يعني ملكة جمال لبنان و20 سنه بتحسيه حمل حمل على اكتاف كثير صراحه ثقيل يعني لين نهار لين نهار شغل من طياره لطياره فصعب من طياره لطياره ليه مضيفي ولا ما هلا انا مثلي بون يعني هلا انا رمز لبنان ووجه السياحه فانه مضطره صراحه انت وجه سياحه انا وجه السياحه ايه لو ما شفنا ولا صوره لإلك لانه قالوا اهلها بهالطله انت الطله بالضبط الله يخلينا اياك مس لي بون لما رحت استلمت شو بتستلموا هذا حطوا لي اياها على المسرح مش استلمته مش بيلبسوكم حزام ابيض مكتوب عليه شو مس لبن ايه رحتي عند رئيس الجمهوريه رحت فيها ايه وبالتاج كمان وشو قال لك ايه فرحنا تحدثنا وهيك وانه هلا بعد ما صار ولا ضربه كف على لبنان بعهده بعهده شو كتار هو عادة ما بيجي هالقد بس كرمال ملكة جمال لبنان عاجقين طيب سؤال بس بتروح عند رئيس الجمهورية؟ لا رحت زرت كمان رئيس الحكومة دي هو مين؟ ميشيل 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 ميقات عرفته هو رئيس الحكومة يجي مسيح صح وعلي عون رئيس الجمهورية وفي ميشيل بيرلي توني بري يا ريت بتصير هالوحدة الوطنية ايه ما هو هيك نحن عشان هيك انا قلت اصلا يعني ايه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقات ولا بعده بعده ولا بعده رئيس الحكومة اللي بعده نجيب ميقات شو قال لك؟ انه كان لقاء كثير سريع لانه كان في عنده كثير مشاريع وهيك فكان انه انجا حكينا عن البروجي اللي عم بشتغل عليه سلم على الصورة ودغري راح انه سلم تصورنا وحكينا وهيك ايه طبعا انه حامل هموم البلد على ظهره انت بتشوفيه هيك اذا ملاحظة فكل هموم البلد على ظهره بتعرفي لو بجلس كان قلبهم وقدر يقعد معك اكثر الرئيس بري شو قال لك لما رحت لعنده؟ ما رح نزلنا ما رح نزلنا مش بالبروتوكول مين اللي دعمك حتى تقدمي على شو اسمه ملكة جمال لبنان والعالم أهلي وبي بيك اللي هو وراي بي اللي جايبته لما تحكي ولا كلمة هيك اللي أنا ناطر أي سحسوح يجي على بس ليه جبتي إنه خايفة منه أو شيء خايفة منك إيه ليه إنه ما بعرف شو بتحكي لا أنا بحكي الحقيقة إيه إنه شفنا صورة على الإنستغرام أنت ووالدتك مبينة اسم الله من عمرك يعني صحيح أنا وياها انت بتشبه ما بتشبه الوالد؟ لا امي الوالد ليش ما بتشبهيه؟ بدي اطلع مثل لبنة قصدك انه الوالد مش منظر لما رحت قدمت على ملك جمال الكرة الارضية كون الكون مش محصورة هون لا لا هلا وين ما بروح واي بلانات اي كرة اي اي شو؟ اي بلانات شو بلانات يعني؟ كي كوكب
انه تفضل اقعد معنا شاركنا بالمقابل. وين ما اروح على اي كوكب انه بكون انا مقدمه على ميس يونيفرس يعني. يعني اي كوكب انت انه هلا اذا بتروحي مثلا على بلوتو بيستقبلوك البلوتيين؟ ايه انه شفناك بميس يونيفرس يعني عرفت. ايه وشو طلعتي بالميس؟ اخذت اللقب؟ لا الحمد لله. شو طلعتي انا؟ ولا شيء. ما وصل انت في 16. مين ربح ال يو اس اي؟ ما مؤامره. مؤامره كلها وسايط. لانك من صور صح؟ صح. ولا ساكنه بصور؟ لاني ساكنه بصور. من وين؟ انا من كفر شوبة بس ساكنه بصور. انا قعدت على الاشرفيه. على الاشرفيه تعلمي؟ كنت عم بدرس بالليسي. هلا بالاندي يو. عامله وحده وطنيه انا؟ انا جمعت كل شيء، صور وكفر شوبة وبيروت. نزل دمعتك. ايه. بتحبي لبنان يا؟ كثير صراحه. انت ما بتحب لبنان؟ انا؟ ايه. بموت فيه. في إلها معنيين. بموت فيه انه قد ما بس معرفة. لا ايه بس بس ما بتحبه هيك انه حب حاله، ما بتحب لبنان؟ ما بطيقه يا عمري. ليه؟ انا حر، ماني ملك جمال شيء. انا بكره هالبلد. ليه؟ فيك تقوليها؟ لا. آه. لا انا بحب لبنان. طبعا انا ما بحبه، والارزي والخضار والهي ما بحبهم. والكل البلد ما بحبه. ليه بعدك؟ ها؟ ليش بعدك؟ ما قادر روح. شيعي ما بيستقبلونا. ما هم موضوع تاني هل؟ لا عادي. فيك تكمل. فيك تسافر عادي. مواضيع خاصة إذا بتريد. لك أنا شيعية أكثر منك تعرف. ما قولولنا من أول حلقة يا فراس يا زلمة. لكن معلمة. شو يا أبو حميد؟ بتحافظي على شياقتك لياقتك بالمش اللياقة. في لياقة عند البني آدم. انت كملكة جمال لبنان بتاكلي صحي وهيك؟ ايه اكيد. شو ترويقتك كملكة جمال لبنان؟ بيض مسلوق. مش عادي يعني. ايه انا قلت بيض مسلوق. مش شوفان مع كريمبريز؟ لا ما اخذ بروتين. وشو بتتغدى؟ سلاد مع انه جريل تشيكن وهيك. جريل تشيكن يعني مرتضى؟ مرتضى ببيع جريل تشيكن معروف. وين هو؟ مرتضى ببيع جريلد الشكن، مش شكن دجاجة وجريلد مشوي؟ ايه. فرج مشوي عند مرتضى على الغازة. لا مش فرج، سفينة. سفينة بس؟ ايه. وشو بتتعشى؟ كمان سلاد أو شوربة. ايه وبس تربحي ملك جمال ابني بيعطوكي مصاري؟ ها؟ قد ايه؟ 100,000 دولار. أنت هلا معك 100,000 دولار؟ هلا معزة. وين في 100,000 دولار بلبنان فلتانين هيك عطوك اياهم لالك بدل ما يعطوا المودعين العالم مصرياتهم؟ ربحت مس لبنان شو بعمل؟ يرجعوا مصريات العالم عطوك اياهم. ليك ما ربحت شو بعمل انه؟ لا اذا بتريد اعطيني ال 20,000 تبعك. خلصوا خلصوا. صرفتيهم؟ عشو؟ على البدل المسلوق والسفاين؟ طلعوش كلهم هودي 100 دولار بالجمعه وكلهم انا. طيب سفيرة نوايا الحسنة ياسمينة زيتون متشكر حضورك. شكرا لك. وبدك تقولي بعد شيء معنا؟ لا خلص لا حاسك لأنه بدك تقولي كل شيء خلص. وشو شو في شيء لازم ننهي مع ملك جمال لبنان عادة؟ نشيد الوطني بركة؟ ايه نشيد الوطني يلا. كلنا للوطن للعلا للعلم ترمل عين الزمن سيفنا والقلم بيوقفوا هيك انه برم سهلنا والجبل منبت الاصفر عصبت قولنا والعمل في سبيل الكمال بر قرر كيف يتحرر مخي ما عم يقدر كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن عذبناك ميرسي كثير ميرسي الك ميرسي شكراً تكرم